شنو تهمتك؟ مشروبات كحولية. يعني مو مخدرات؟ لا لا. مشروبات كحولية؟ نعم. شون وينكم شوك؟ شون جابوا؟ وديتها من بغداد للبصرة. أنت وديت؟ نعم. من بغداد للبصرة؟ نعم. زين؟ نعم. وش قد حكمت؟ 3 سنوات. وش قد صار لك هنا؟ كملت 2.5 سنين تقريبا، باقي 3 أشهر. ترسام؟ فنان رسم، بالرسم وهوايتي الرسم هي. يعني انت فنان؟ نعم. تشكيلي؟ نعم. فترة لو دراسة؟ لا فترة. فترة؟ نعم. هاي لوحاتك؟ لا عندي لوحات موجودة هسه ناحية هذا مالي. هذا ناحية ناحية الشمس الحرة. زين. اسمها الشمس الحرة. الشمس الحرة. ايه نعم. وهذا الرسم مال دكتور داني اللي علمنا عليه. زين. هذا كل الرسومات وعندنا رسامين. لا رسام دكتور داني، هذا نفسه دكتور داني رسم. أي. رسمه أي. اي احنا رسومات عندنا جديده، سكتشات جديده ونكملها بيها. هذا شغل من؟ هذا شغله وشغل دكتور داني، ولاده الارض. صب له برونز؟ لا صب، هذا صب. نعم مو برونز. لا 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 لا. ايش قد يستغرق العمل عندك؟ بالنسبه لولاده الارض استغرق عندنا 4 أشهر. أربعة أشهر كملناها. الشمس الحرة؟ الشمس الحرة كملناها بس تقريباً أسبوعين. كملناها أسبوعين؟ لأن بيها معاني هاي. أي. والمعاني هي اللي قيمة الفنان هي بالمعاني. بالمعاني. نعم. المواد هاي من يجيب لكم إياها؟ المواد اللي يجيبونها هاي الدائرة اللي يجيبون إياها. توفرها لكم؟ توفرها لنا وإحنا نشتغل بيها. شلون التعامل هنا حجي؟ التعامل جيد جداً هنا، ما عندنا أي إشكال. هذا النحس صار له قلت لي 4 أشهر. 4 أشهر ولادة الأرض. اشتغل شخص واحد؟ لا كلنا تعاوننا ويا أنا ودكتور داني. ايه؟ ويانا ثالث. زين. كملنا إن شاء الله. ولادة الأرض. ولادة الأرض. ولادة الأرض. نعم. ليش سميتوه ولادة الأرض؟ ولادة الأرض لأن الأرض متحركة. زين. دائرية. ايه. وهنا لازم بدأ البطن، بطن المرأة كرة الأرض. الولادة الجديدة كل سنة يظهر ولادة جديدة بأنه تطور جديد. زين. فسميت بولادة الأرض بالتطورات الحديثة والجديدة. إن شاء الله تطلع مننا سالم بفرح. الله يسلمك، رحم الله والديك. شكرا منك. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا